وادي الهران أو بالأحرى وادي الأسود. وهران الباهية هي ثاني أكبر المدن الجزائرية، تعد أحد أهم مدن غرب البحر الأبيض المتوسط. تتميز بطرازين من المعمار، قديم بتصميم أندلسي إسباني وحديث بتصميم فرنسي. تشتهر بأغنية الراي، أحيائها وأكلاتها الشعبية. الباهية وهران تستعد لاستقبال ضيوفها في الطبعة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 26 دولة متوسطية وأكثر من 4000 رياضي ورياضية في 24 اختصاص. رياضيون، مدربون أو مجرد سياح، من الضروري لكم زيارة معالم مدينة وهران، مدينة النشاط، الثقافة والرفاهية، أبرزها قلعة سانتا كروز، المسرح الجهوي وكاتدرائية وهران. مع اقتراب موعد العرس المتوسطي تتزايد حركة الباهية وهران يوما بعد يوم. طرقات مملوءة بالمارة والسيارات، لافتات في كل الجهات، التحاق الوفود الأجنبية والجزائرية. فنادق، محلات، مطاعم ومنتزهات في أتم جاهزيتها لاستقبال السياح خلال التظاهرة العالمية التي ستحتضنها وهران في فرصة من ذهب للترويج للسياحة الجزائرية. هي مدينة وهران يعني شابة بزاف، والألعاب الأولمبية تحسنت أكثر وأكثر إن شاء الله بإذن الله. قاعد موجود لها كخدمة كسياحة، كل شيء رامي وجدوه. أهل الكرم والجود، أهل الباهية وهران، ينتظرون الحدث الرياضي لرسم أجمل الصور للزائرين وإرضائهم وجعلها ذكريات لا تنسى.